ده الفيرست سيرفايكال فيرتبري، او اللي احنا بده الاسم يسموها الاطلس. ما بنختلفش فيها ابدا. الاطلس دي شكلها كاركترستيك. اول حاجه ملهاش بودي، ليها لاترال ماس ولاترال ماس، وليها انتيرور ارش سمول وبوستيرور ارش هنا ايه لارج هنا. فده ما بيختلفش فيها خالص. بتلاقي هنا برضو الترانسفيرس بروسيس بتاعها في فورامين، اللي هو فورامين ترانسفيرسال بيعدي في الفرتبرا الارتي برضو. ده لاترال ماس وده لاترال ماس. اللاترال ماس دي في السوبيرور سيرفيس بتاعها في سوبيرور ارتيكولار فاسيت، ومن تحت هنا في انفيرور ارتيكولار فاسيت. السوبيرو ارتيكولار فاسيت ده شكله كيدني شيب. ليه؟ لان ده بيتحد مع الاوكسيبيتال كوندايلز، الكوندايلز بتاع الاوكسيبيتال بون، وبيعملوا جوينت اسمها اتلانتو اوكسيبيتال جوينت. هنا ده الانتيرو ارش سمول وده البوستيرو ارش لارج. البوستيرو ارش على السوبيرو سيرفيس كده هتلاقي هنا في جروف، الجروف ده اللي بيعدي عليه الفرتبرال ارت. الفرتبرال ارت بيعدي من هنا عشان يخش بعد كده في الفورامين ايه ماجنم بعد كده. فهنا بيعدي هنا، ده الفرتبرال جروف فور ذا فرتبرال ارت، وهنا في جروف فور ذا فرتبرال ارت. سوبيرور سيرفيس ده بيبقى هنا شكله كيدني شيب، هنا الانفيرور سيرفيس بيبقى سيركولار ان شيب. يعني ده عشان كده ده الفرق بين السوبيرور سيرفيس وهنا انفيرور سيرفيس. ده اللي برضه الانتيرور ارش، وهنا ده اللي انا شايفه ده هنا البوستيرور ارش، وده الفورامين دي اللي اسمها فورامين ايه ترانزفيرسال. خد بالك ده هنا، دي كل دي اسمها ايه الاطلس. دي الصوره بقى الرسمه بتاعت الايه الفيرست سيرفايكال فيرتبري. فادي الفيرست سيرفايكال فيرتبري، ادي اللاترال ماس وادي اللاترال ماس. ده السوبيرو سيرفيس هنا كيدني شيب، وهنا السوبيرو سيرفيس كيدني شيب، وادي الفورامين ترانزفيرسال بيعدي فيها الفيرتبرا ارتري، وادي الانتيرو ارش، وادي البوستيرو ارش. والبوستيرو ارش فيها الجروف اللي بيعدي، الجروف ده اللي بيعدي منها طبعا الفرتبرا الارتر بيجي كده يروح معدي من هنا كده عشان يخش بعد كده على الفورة من ايه ماجنا. خد بالك بقى بيسألك على الجوينت اللي بين الاطلس والاوكسيبيتال بون، دي بقى دي اسمها اتلانتو اوكسيبيتال ايه جوينت اهي. نمرة اتنين بيقول لك ايه الليجامنت. فانت عارف هنا في لما بيتركب الاطلس على الاكسس، فده الانتيرو ارش المفروض في المنطقه دي بيخش الدنس او الاودونتويد بروسيس بيجي هنا اللي هو بتاع السكند سيرفايكال فيرتيبري، بيزنق ما بينهم او بيقفل ما بينهم هنا ليجامنت دي اسمها ترانسفيرز ليجامنت اوف ذا اطلس. يبقى هنا في ليجامنت اسمها ترانسفيرز ليجامنت اوف ذا اطلس اللي بتزنق الدنس في الانتيرو ارش. عارف بتتقطع الليجامنت دي في حاله الشنق، لما واحد بيتشنق وبيدلدل رقبته جسمه بيشد على رقبته فبتتقطع الليجامنت هنا، يقوم يعمل كومبريشن على السيجمنتس الابر سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد اللي فيها الريسبيراتوري سنترز والاورجن بتاع الفرينك نيرف اللي بيدي نيرف سبلاي للايه للدافراج. يبقى هنا في ليجامنت اسمها ترانسفيرس ليجامنت اوف ذا اطلس. هنا في ليجامنت او ممبرين هنا وممبرين هنا. الممبرين ده واصل للسكال، ده اسمه انتيرو اتلانتو اوكسيبيتال ممبرين، والممبرين اللي ورا ده اسمه بوستيرور اتلانتو اوكسيبيتال ممبرين.